نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. أكثر من 30 وفاة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، وارتفاع نسبة إشغال أسرة العناية المركزة إلى 86%. أمام تأخر توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية، تساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتوزيعها. الجزائريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تزامنا مع الذكرى 66 للثورة الجزائرية. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. ارتفع العدد الجملي للوفيات جراء كوفيد 19 إلى 1348 حالة وفاة بعد تسجيل 31 حالة وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة، في وقت ارتفعت فيه نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات لتصل إلى 86%. لم تهدأ وتيرة تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا في تونس، فقد تم أمس تسجيل 31 حالة وفاة و1300 وإصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 1348 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين إجمالا حاجز 61,000 إصابة. الساعات الأخيرة عرفت أيضا تسجيل 8 وفيات جراء الإصابة بكورونا بكل من مدنين وزغوان ومنوبة، حيث تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الفيروس في طبربة والدندان وجديدة والمرناقية. آخر المؤشرات أكدت أيضاً أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية في القطاعين العام والخاص بلغت 3800 إصابة. ارتفاع نسق الإصابة والوفاة بفيروس كورونا أدى إلى ارتفاع نسب إشغال أسرة العناية المركزة إلى 86%، فيما بلغت نسب إشغال أسرة الأكسجين 65% حسب آخر المؤشرات. وفي مواجهة هذا الوضع، تعمل عدة جهات طبية على دعم طاقة استيعابها في مواجهة هذا الوباء. ففي صفاقس، وبعد أن وصل قسم الكوفيد إلى طاقة استيعابه القصوى، تم اليوم تسخير قسم الأمراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر من قبل وزارة الصحة بداية من اليوم غرة نوفمبر للتعهد بمرضى كوفيد 19 بطاقة استيعاب يمكن أن تصل إلى 30 سريراً. كما تتواصل في توزع جهود المجتمع المدني لجمع التبرعات في إطار حملة جريد متضامن ضد الكورونا، ومن المنتظر أن توجه هذه التبرعات لاقتناء تجهيزة إنعاش طبي لفائدة المستشفى الجهوية الهادي جاب الله بتوزر. أعراض مختلفة لفيروس كورونا طفت على السطح مؤخرا، منها ما تم اكتشافه في شكل أمراض جلدية وأعراض جديدة لها علاقة بالجهازين التنفسي والهضمي، كما ثبت علميا إمكانية ملازمة بعضها المريض بعد الشفاء، هذا إضافة إلى مسائل أخرى في علاقة بالمناعة المكتسبة ضد هذا الفيروس نتطرق إليها في التقرير التالي. فيروس كورونا أرهق العالم بأسره بظهور من حين لآخر أعراض جديدة تؤكد الإصابة بالوباء. مؤخرا تم اكتشاف علامات جديدة في شكل أمراض جلدية تظهر على مستوى أصابع اليدين أو القدمين، لتنضاف إلى أعراض تم الحديث عنها سابقا قد تصيب الجهاز التنفسي وكل الحواس، منها الشم والتذوق والسمع. كل إنسان عنده أعراض ما نجموش نفسروها بمرض آخر، لازم نعتبروها اللي هي بعلاقة بالفيروس الكوفيد، سواء كانت في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في القلب. فما ناس تكون لاباس عليها في وقت من الأوقات واللي عندها نوع من الدوخة، فما ناس اللي تفقد الوعي بصفة فجائية، فما أوجاع نجم تصير، فما فقدان للحواس متاعنا سواء كان حاسة الشم السمع التذوق في الجلدة، فما حاجات اللي هي ربما كيما الحبوب تظهر في الجلدة، فما احمرار يصير في السبع، عرفت كي احنا نقولوا كأنه الصقيع. أهم حاجات اللي تقلقنا تكون مربوطة بنوع ما من الخطورة هي الإحساس بالضيق في التنفس. كما ثبت علميا أن بعض الأعراض قد تلازم المريض لفترة حتى بعد التعافي. فترة اللي يقضيها الإنسان مع المرض هذا تقريبا ما بين جمعتين ثلاثة، واللي في العادة يكون فيها الفيروس سواء كان اختفى بصفة كلية وإلا ضعف، يقولوا ضعف حتى إمكانية العدوى تنقص برشا. ولكن
لاحظنا اللي فما بعض الأعراض اللي تنجم تقعد مدة طويلة، فما ناس تقعد تكح مدة ربما شهر ولا حتى أكثر من شهر، فما بعض الأوجاع في الصدر اللي نجموا يقعدوا. مؤشرات قد تحيلنا للحديث عن مدى إمكانية الإصابة مجدداً بفيروس كورونا بعد الشفاء، وعن طبيعة المناعة التي تكتسب ضد هذا الوباء. إنسان يمرض من الكوفيد ومن بعد يشفى باش يعمل مناعة، والمناعة هذه لتو الوقت الحاضر في تونس ولا البرة حتى في الخارج ما نعرفوش قداش تدوم المناعة هذه. المناعة هذه وقتية ولا تقعد معناها مدة طويلة، لكن المؤكد اللي الإنسان مرض من الكوفيد وتعافى من الكوفيد الأشهر القادمة بعد ما مرض مش يقعد ما يعاودش يمرض، وإذا كان حتى عاود مرض بعد نقولوا احنا أشهر أخرى مش يكون الخطورة تكون أقل برشة من إنسان ما مرضش. اليوم من الثابت اللي هو المناعة اللي مربوطة بالفيروس هذه هي موجودة ولكن ما تقعدش لفترة طويلة، لذلك علاش ما نجموش نعملوا عليها. وفما حالات اللي لاحظناهم تاع ناس اللي أصابهم الفيروس في فترة أولى ولكن بعد مدة أخرى عاود ظهر عندهم الفيروس، وكما لاحظناه المناعة دي ما تدومش فترة طويلة، هي مختلفة حسب الأشخاص وما نجوش نعملوا عليها 100%. ولكن وقت اللي نحكيه على الفاكسان على التلقيح من الأهداف متاعه هو أنه تكون فما مناعة ولكن تدوم، يقولوا الدوم ما هيش ربما مش الدوم مدة طويلة ولكن تكون أطول من المناعة اللي بش يكتسبها الشخص وقت اللي يقع الإصابة به. وفي غياب اللقاح أكد المختصون في المجال أهمية التزام الجميع حتى المتعافين بالإجراءات الوقائية. نتحدث الآن مشاهدينا الكرام عن تلقيح النزلة الموسمية الذي ينتظر أن ينطلق في الأيام القليلة القادمة توزيع دفعته الثانية، وأمام الطلب الكثيف على هذا التلقيح وكيفية توزيعه على الحرفاء يجد الصيدلي نفسه أمام وضعية حرجة. وحق راهو ليه شهر هو تعطى في تونس وهو شتاء باش يخرج وما فماش فاكسي غريب، معناها تصور أنت هذا الفاكسي غريب ما له غدوة كيولي فما فاكسي أنتي كوفيد كيفاش باش يعملوه؟ هو تساؤله وربما تساؤل العديد من الباحثين وغير الباحثين عن تلقيح النزلة الموسمية. فبعد نفاذ الدفعة الأولى من هذه التلقيح من الصيدليات والتي قدرت بنحو 100,000 جرعة، كثر التساؤل عن كيفية توزيع الدفعة الثانية وتاريخ توفرها بالصيدليات. إلى حد الآن ما عندنا حتى معلومة لا من الصيدلية المركزية لا من وزارة الأشراف، معناها ما عندنا حتى معلومة على كيفاش باش يصير التوزيع ووقتاش باش يصير التوزيع. هو طلب كبير، طلب كبير، كل يوم يجينا تقريبا 50-100 عبد يلوجوا على الفاكسان تاع الجريب. تصريح قام به السيد الوزير على أساس أنه بصير حسب الوصفة، بالنسبة لنا احنا ما يحلش المشكل على خاطر نجم بما أن الكمية ماهيش كافية باش تلبي الحاجيات، نخليه الصيدلي حسب الناس اللي عنده المسنسين الحرفاء اللي عنده اون لو في كونفيونس، وحسب الأولوية نتاع الناس الكبار اللي عندهم تريتمون كرونيك وكل شيء. أما هذه معناتها تسيبها حسب الوصفة مش ماهوش حل على خاطر الناس الكل مش تعمل وصفة راه. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أكدت على لسان نائب رئيسها نوف العميرة وجود كميات من التلقيح الموسمية ما زالت طريقة توزيعها غير معلومة. أما كميات نورمالمون دفعات وصلت للصيدلية المركزية لم يقع التوزيع إلى حد الآن. بالنسبة للتوزيع احنا مازلنا نستناو في الوزارة باش تخرج التوصيات اللي هي باش يتم بها عملية التوزيع، وفعليا بخلاف التوصيات نحبوا عمليا كيفاش باش تصير عملية التوزيع، وان هما الأشخاص وإلا المواطنين اللي هو يهمهم عملية التلقيح الموسمية. الشيء هذا مازال ما صارش. وأكد عميرة أن الوصفة الطبية لا يمكن أن تكون حلا في بيع هذه التلقيح. الوصفة الطبية ما تنجمش تكون حل، خاطر إذا كان الكميات محدودة الوصفات الطبية تنجم تكون أكثر بياسر من التلقيح الموجودة اليوم في الصيدلية المركزية. وحاجة ثانية هي باش سعر التكلفة تاع التلقيح الموسمي هذه باش يرتفع في 3 ولا في 4 ما يخلي اللي هو حتى برشا مواطنين ما عادش يقدروا عليه. التلقيح الموسمي هذه راهي ما عندش حتى دخل في الكورونا، واللي هو اللي ما وصلش باش يعمل التلقيح راهي ماهيش إشكال، الفايدة في الإجراءات تاع الوقاية.
إجراءات وقائية تدعم بتلقيح النزلة الموسمية المنصوح به أساساً وبدرجة أولى للمسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. تلقيح ينتظر توزيع دفعته الثانية في الأيام القليلة القادمة بعد نفاذ كميات الدفعة الأولى. وفي أخبارنا الدولية، اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على تعديل دستور البلاد والذي يؤسس لبناء الجزائر الجديدة بحسب المراقبين. وأظهرت الأرقام الأولية للمشاركة في الاستفتاء أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة ولم تتعدى 13% قبل 5 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في تصويت أجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي تركيا، انتشلت فرق الإنقاذ رجلا يبلغ من العمر 70 عاما من تحت أنقاض بناية منهارة في غرب البلاد في وقت مبكر من يوم الأحد بعد أن ظل مدفونا 33 ساعة في أعقاب زلزال قوي هز السواحل التركية المطلة على بحر إيجا وبعض الجزر اليونانية. هذا وكانت السلطات التركية قد أعلنت عن زيادة عدد القتلى لترتفع الحصيلة إلى 58 قتيلا على الأقل جميعهم في مدينة إزمير الساحلية، في حين لقي شابان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية. وقال مسؤولون أن 20 بناية دمرت في منطقة بيرجيلي في إزمير والتي كانت تخضع لعملية تحويل حضري كونها غير مقاومة للزلازل. أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن المرشح الديمقراطي للانتخابات جون بايدن لا يزال يحتفظ بتقدم قوي على خصمه دونالد ترامب على الصعيد الوطني، وذلك قبل حوالي يومين فقط من موعد الاقتراع الذي سيجرى في 3 من الشهر الجاري وسط مخاوف الناخبين بشأن جائحة كورونا. في المقابل، حفظ ترامب على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض. في أخبار الرياضة، أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد كابر سامي السعيدي قائمة ضمت أسماء 20 لاعبا سيشاركون في تربص تحضيري بمدينتي نابل والحمامات انطلاقا من 2 من الشهر الحالي إلى 7 منه استعدادا لنهائيات بطولة العالم التي ستقام في مصر في شهر جانفي المقبل. وضمت قائمة اللاعبين المدعوين إلى التربص أسماء 5 لاعبين محترفين وهم محمد السوسي ومروان شويرف ومهدي الحرباوي وأسامة الجزيري ومحمد رضا فراد. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. أكثر من 30 وفاة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، وارتفاع نسبة إشغال أسرة العناية المركزة إلى 86%. أمام تأخر توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية، تساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتوزيعها. الجزائريون يدلون بأصواتهم في استفتاء على مشروع تعديل الدستور تزامنا مع الذكرى 66 للثورة الجزائرية. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.